الطاقة لهذا اليوم. نعم. مو عراقية لكن لها كثير من الأسماء في لبنان. علي سرور. اللي عجبني أكثر أنه بالعراق علي الأعرجي. الأعرجي. يعني نسألك شلون دخلت لهذا المجال؟ شلون طورت نفسك بهذا المجال؟ مجال الطبخ يعني من المجالات الصعبة آمنة صح؟ لا هي من المجالات الصعبة بالنسبة للرجال بعض الرجال اللي ما يعجبه يدخل للمطبخ ويغسل لماعين ما عنده حماس. بالضبط. بداية أنا كنت من فترة 8 سنوات. نعم. بدأت بلبنان كنت وبدأت بأحد المطاعم صغيرة يعني تكون بدأت فيها وكنت أشتغل بالسندويشات ستيك ولحم وكذا بالسندويشات. فلأن جتني إلهام يعني أنه أكون أنه أنا وين رح أوصل بهذا المجال، لازم أطور بعد وأكسب الخبرة بعد أكثر. نعم. فحيزت على أنه أكون أدخل بمجال العزومات وأقدم الأفضل وأكسب الأكثر من الخبرة. حلو. أكثر واحد كان يطبخ بالبيت وأكله طيب؟ بالبيت بعد ما نجرب ولا مرة صراحة. مطابخ ما طابخ بعد بالبيت. يعني باب النجار مخلى عند العراقيين؟ يعني بالبيت بعد بلبنان يعني احنا عند العراقيين يقول لك باب النجار مخلى. لا يعني هو نجار بس بابه مخلى. يشتغل للعالم. جيد. ومن هذا الطريق كمان اجتنا فرصة اكون متواجد بدبي لمدة سنة، وهون كمان فادتني من اكون تطوير وانه طور بعد من الاكلات واكسب خبرات أكثر بعد العراق. العراق يعني عم نطور فيه هلا. لا 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 مو تطور بي اصلا تتعمق بي. قول لي ليش. ان شاء الله ماكو عراقي ما يحب الاكل. ايه يعني طبعاً. اذا على الوجبات الدسمه لا طبعاً. احنا كنا خصوصاً الأكل على المناسف وكذا. ايه وهي يحتاج لها البعض من التطوير انه يكون واحد داخلها يكون عنده مثلا الخبره ويشوف الخبرات من كافه الدول. مثلا عندكم انتم هنا يعني اسم الله المناسف الاردنيه عندنا 50% من نجاحك عائد لنا. ايه؟ وال50 ثانيه من عندك احنا نعطيك اسم الاكله وانت تبدا بيها. ان شاء الله. طيب